اليوم معنا الدكتورة فرح البرغوثي، هي صيدلانية، ورح نحكي عن موضوع الفيتامينات. إذا في أشخاص معينين ممكن يكون تغذيتهم مش صح، أو ممكن يكون عندهم مشكلة بامتصاص الفيتامينات أو المعادن، زي ما قبل شوي كنا بنحكي مع الدكتورة تحت الهواء، لازم يرجعوا للطبيب ليعرفوا إذا في نقص معين. اليوم رح نعرف تفاصيل أكثر من خلالها. صباح الخير. بداية يسعد صباحكم. هلا إحنا ما بننكر إنه الفيتامينات صارت مهمة كتير بحياتنا اليومية، خصوصا لما اللايف ستايل تبعت المجتمع عم تتغير، كلنا صراحة عم نلجأ للجنك فود أكثر، اللي هي أصلاً عم تفتقد للعناصر الغذائية المهمة، بالإضافة للتدخلات التغيرات الجينية والهرمونات اللي عم تطرأ على المحاصيل، كمان خلتها تفقد شوي من قيمتها الغذائية. بس برضو يعني بنستخدم الفيتامينز تحت الإشراف، يعني بناء على النتائج المختبر. شو هي الفيتامينز؟ الفيتامينز هي عبارة عن مركبات، هاي المركبات بتم تصنيعها بالجسم لكنها بشكل مو كافي، عشان هيك نحن بحاجة إنه نحصلها من المنتجات الخارجية، من الغذاء الخارجي، الخضروات، الفواكه، البقوليات، whatever. الفيتامينز منقسم عندي نوعين، عندنا قسم بدوب في الدهون وقسم دائب في الماء. القسم الدائب في الدهون أنا بحاجة إني أنا أخذه يعني مع وجبة دسمة. وجبة دسمة المقصود فيها مثلا صحن سلطة مع زيت زيتون، الأفوكادو، المكسرات. أما الفيتامينز الدائبة في الماء مش بحاجة، إنه صراحة ما كتير بيفرق وقت الغداء، قبل الغداء ما بيفرق عندي. تمام. طيب السؤال اللي بطرح نفسه، هل هو يعني، وعطفا على كلامك، هل هو دائما إحنا المواد أو الفيتامينز اللي بناخدها من الأغذية غير كافية فنحتاج ندعمها؟ يعني هذه قاعدة ولا إحنا لا، ممكن تكون بعض الوجبات أو كمية معينة من وجبة أو من خضار فواكه هي كافية وما في داعي للتدعيم؟ صراحة بيرجع لكل شخص. هلأ في أشخاص مثلا وجباتهم الغذائية تمام وكافية ومرن تمام، بس ما بيصير عندهم امتصاص. صح. صراحة وقتها نحن بحاجة إنه إحنا نزود الفيتامينز. مثلا المرأة الحامل نحن بحاجة إنه نعطيها الفيتامينز حتى لو كان غذائها كافي. المرضعة كذلك، كمان حتى المدخنين لأنه نسبة امتصاصهم للفيتامينز كمان بيكون قليل. كمان الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مزمنة مثلا زي أدوية السكري بيأثر عندهم مثلا على امتصاص البي12، فكل حالة مختلفة عن الثاني. ما بزبط إذا فلان عم بياخد هاي الفيتامينز معناته أنت لازم تاخد الفيتامينز، لا، هو وضعه الصحي كمان مختلف تماما عن وضعك الصحي. هلأ إحنا بنعرف دكتورة إنه أغلب الأشخاص بيعانوا من نقص بفيتامين دي، ليه ما بعرف، مع إنه إحنا بلد مشمس وبقولوا دايما إنه فيتامين دي بيجي من الشمس يعني، وفي كتير ناس فعلا بيتعرضوا للشمس ولكن بضل عندهم هذا النقص. أي شمس اللي بتعرضوا لها؟ ما هي هي ان الفيتامين دال بعد الساعه 9 ما بيعود مفيد، يعني الشمس بتصير ضاره بعد الساعه 9. الفيتامين دال عشان يصير امتصاص بدنا من بعد الفجر، يعني من اول ما تشرق الشمس للساعه ما يعني 8-9 هيك شيء. والغذاء كمان، يعني ما تاكل شيء دسم وتقول عم تمتص فيتامين دال، لا ما بزبط. الفيتامين دال بده بحاجه انه اكل دسم، الاكل الدسم يعني فيه نسبه دهون، زيت زيتون، افوكادو زي ما حكينا، والتعرض لاشعه الشمس الصحيحه، مش اللي وقت الظهر اللي هي اشعه ضاره. اوكي. طيب يعني دائما في اسماء مالوفه كثير للفيتامينز، بي وسي ودي وايرون وزنك وكذا، حديد وزنك وغيره، بس في أنواع من الفيتامينات مهمة جدا ما بنلتفت لها وما بنحاول إنه نمد جسمنا فيها ونعزز هذا المخزون. زي المغنيسيوم. بحب نسمع منك شو الفيتامينز اللي إحنا بنغفل عنها، يعني كتير إحنا يمكن أحيانا تقليديين وكلاسيكيين في نوعية الفيتامينز اللي بنستخدمها. لا هلأ شوفي، حتى الفيتامينز اللي أنت حكيتيهم هم كتير مهمين. طبعا مهمين. يعني مثلا في يعني مجموعات يعني أخرى مهمة. لأن هاي المجموعات الأخرى يعني في ناس أكتر بحاجتها، مثلا الناس اللي عندهم مرضى القلب هم بحاجة مغنيسيوم أكتر من الناس اللي ما عندهم مشاكل بالقلب مثلا. غالبا انا حتى المجتمع يعني بيعاني من نفس الاعراض اللي هي غالبا هشاشه العظام، فيتامين د، بتلاقي عنده شوي النظر ضعيف، فيتامين الف، اكثر اهتماماتنا البشره والشعر، نحن بحاجه اللي هو الحديد، بحاجه الزنك، يعني فهو حسب المجتمع صراحه. شو اكثر يعني هون الاغلب بيعاني من بي 12، نقص بي 12، نقص الفيتامين د، فعشان هيك بتلاقي دائما اهتماماتنا لهي الفيتامين. لكن المغني
والكالسيوم والفيتامينات الثانية اللي هي لها يعني مرضى معينين مش 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 كتير معممة على المجتمع كاملة. طيب فرح لما بنتحدث أوقات كتير زي ما قلتي في فيتامينز بتدوب بالمي وفي فيتامينز بتدوب بالدهون. هلأ في مقولة بتقول إنه الفيتامينز اللي بتدوب بالمي مش كتير ضارة لأنه الجسم بيتخلص لا تخزن منها. مزبوط هاي المعلومة؟ يعني هديك ممكن تكون سامة لا سمح الله إذا الواحد كتر منها. أكيد وطبعا أخذها العشوائي للفيتامينز إشي كتير مضر خصوصا اللي بيدوب في الدهون لأنه يخزن في الجسم يخزن عن طريق الكبد وطبعا لما بتخزن والجسم مو قادر يطلع منه أكيد ترتفع نسبة السمية في الجسم رح يعمل مضار سلبية. لكن اللي بيدوب في الماء لأنه إحنا عم ناخده بشكل يعني يومي عم ناخده من الغذاء وما بيتم تخزينه عشان هيك إحنا ما كتير منخاف إنه يصير في حالات تسمم فيها. أوكي. هل لايف ستايل تبعنا يعني إحنا مثلا كتير بنشرب قهوة كتير بنشرب شاي هاي الأمور ممكن إنها تكون تأثر على الحديد؟ في كتير ناس مثلا بتقول لك طب أنا باكل لحم كويس باكل جاج كويس باكل مثلا مصادر البقوليات اللي ممكن فيها حديد بس ما عم بلاقي ولكن ما عم هل فعلا لأنه مثلا عم نشرب شاي وقهوة مع الأكل؟ فشر أكيد عشان هيك نحن دايما ننصح المريض وقت تأخذ حديد مثلا بعد بينه وبين الكالسيوم حتى مش بس تقول إنه أنا باخذ كالسيوم الصبح والحديد المساء وتروح تأكل لبنة وجبنة مع الحديد لا ما بزبط. لما بدك تأخذ حديد تبعد عن مشتقات الكالسيوم. فيتامين دال منفضل ناخذ الصباح مع وجبة دسمية عشان يمتص. المالتي فيتامينز يعني الأكثر من فيتامين بيجي بكبسولة واحدة منفضل ناخده مع وجبة دسمية. فأكيد طبعا الحديد يعني كل فيتامينز له مكانه متى ناخده. بي 12 مثلا منفضل ناخده في الصباح لأنه بيعطينا طاقة. ما يعني اللي بياخده بالليل رح يحس عنده أرق. مش عارف ينام. بالضبط. يعني يفضل خلال النهار. طب في مقولة شائعة بتقول بعض الأشخاص بيقول لك الفيتامين بنصح فأنا ما رح أخذ. هو مش الفيتامينز اللي بنصح. الفيتامين بيعمل فتح شهية وبالتالي الواحد بصير يأكل أكثر بس عادي نحن بإمكاننا نتحكم بضبط هاي الشهية. طب هلأ في مثلا أنا بقرأ إحنا قبل بفترة كورونا تنذكر ما تنعاد زي ما بقولوا كنا بنحكي إنه في كتير من الأشخاص وإحنا منهم يعني زدنا جرعاتنا عن ما زي ما كانوا عم بخبرونا حتى نزيد من مناعتنا سواء الزنك الكالسيوم. أنا يمكن بلشت أقرأ بهذا الموضوع كانوا عم بيحكوا إنه يفضل إنه يتاخد على معدة فاضية لأنه امتصاصه بيكون أحسن لكن في ناس ممكن يصير عندها تهيج في المعدة بيضطر إنه ياخده مع الأكل وغالبا بالذات الحديد لأنه تقيل على المعدة أغلب الناس عم يعني لما بتاخده على معدة فاضية يصير زي تهيج بتتضايق فعشان هيك بياخده أثناء الأكل لكن هو امتصاصه أفضل. هو هذا غريب انه اوقات كثير بس حتى وقت كورونا انه كان كتير غلط انه صرنا ناخذ زنك بطريقه عشوائيه الفيتامين سي بطريقه عشوائيه والزنك كمان كتير خطر انه على الجسم لما بزيد جرعاته فعشان هيك حتى لو انه كان في جائحه كورونا كان مفروض نلجا للمختبرات ونعرف قديش نسبه الزنك عندنا هل نحن بحاجه ولا لا وممكن كمان احنا ندعم بالغذاء مش بالضروره كمان ناخذها على السبلمنت يعني طيب حلو خلينا نحكي شوي عن طريقة تخزين وحفظ الفيتامينات في البيوت يعني احنا بنشوفها بالصيدليه يمكن احيانا موجوده في رفوف ويمكن احيانا درجات الحراره بتكون ثابته بشكل عام هلا في البيوت ناس بتحطها بالخزاين ناس بتحطها بالثلاجات بتعتقد انه حفظها بالثلاجه اكثر ناس ممكن تكون موجوده بالشنطه وشو الطريقه الصحيحه حتى احنا لانه بالنهايه هالحبه فيها سواء كانت سائل او باودر او فيها مجموعه من العناصر اللي احنا بحاجتها وفي طريقه اكيد امثل للحفاظ عليها اكيد مكان درجه حراره معتدله ممكن الفيتامين د تبع الاطفال تحديدا مثلا ينحط بالثلاجه باقي الفيتامينز انها لازم تكون حتى بعيده عن اشعه الشمس مش درجه حراره عاليه درجه حراره معتدله بمكان ما في رطوبه مغلق عن 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 الاضاءه حتى العاديه وهكذا اذا بدي ابعد شوي يعني ممكن نرجع لهم ولكن هلا خطر ببالي موضوع الكولاجين مثلا عم نسمع بالاونه الاخيره موضوع الكولاجين يعني صار في يمكن بسبب مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت صار متاح فصاروا كثير من الاشخاص يطلعوا على امور لها علاقه ما كنا نسمع فيها قبل موضوع الكولاجين هو موجود اكيد بمواد غذائيه بناكلها خاصه مثلا زي بالبيض ولكن ممكن انه بعمر معين واحد يلجا له لصحه البشره لصحه الشعر وايضا للركب والمفاصل في ناس بتقول الكولاجين احسن انه يتاخذ سائل وبالليل
اوكي وعلينا عن الكولاجين. صح. الكولاجين اوريدي موجود بجسمنا ويعني بتصنع في الجسم، لكن كل ما ازداد العمر بتقل نسبه تصنعه في الجسم. عشان هيك بنلاقي الكبار دائما عندي خشونه في الركبه، حاسه انه ركبي بوجعوني، البشره بتصير باهته، الشعر باهت، لانه نسبه الكولاجين رح تقل. عشان هيك صار في اللي هو حبوب سائل باشكاله الصيدلانيه احيانا باودر كثير. بنفضل دائما الكولاجين ناخده بالليل على الاتمه، لانه امتصاصه بيكون احسن عشان عمليات الايمن. بالنهار ما بيكون امتصاصه منيح ولا اشعه ضوء، يعني حتى اللي بدي ياخده لازم يكون انه خلص رايح نام ضمط فيه. بس انا اللي دائما يعني بشغل فكري دائما مواد الكولاجين اللي بتشتريها بيكون فيها فيتامين سي عشان يساعد الامتصاص. طيب ما بيأثر انه الواحد ياخذ فيتامين سي بالليل؟ لانه بقولوا فيتامين سي بصحي فلازم تاخذيه الصبح. هلا هو ما بيكون بالنسبه الكبيره لما تاخذ انت فيتامين سي از سبلمنت لحاله اكيد. أوكي. طبعا. صح. بس هو بيساعد على امتصاصه وبيساعد انه عمليات الايض تبعت الكولاجين. ويفضل يعني انا هيك اوقات بقرا على العلب انه يفضل انه كمان الواحد ما ياكل، يعني يكون اخر شيء خلص هو ما ياكل بعديه بالضبط. اخر خطوه اللي هو خلص رايح ينام ويطفي الضوء وخلص براحه حتى الجسم يرتاح، عشان انه يعني ما يصير عمليات البناء والهدم تبعت الجسم، خلص يكون في حاله استراحه تامه. هل ينصح بالتوقف عن اخذ او تناول الكولاجين بعد فتره معينه؟ اذا راحه معينه مثلا كل 3 شهور بعدين نوقف شهر، ايش بتنصحي؟ اذا تحسنت حالته وانه هلا هو ما له مضار كثير كبيره بالضبط، بس انه دائما احنا بنحكي لما الانسان يوصل مرحله انه خلص مكتفي وانه ما في عنده نقص، ما في عنده آلام، ما في داعي للنسب الزايدة في الجسم. في فحوصات مو للكولاجين بالذات؟ صعب صح؟ بالضبط، مش بس ما في فحوصات. هلا مثلا في ناس بتاخذ كولاجين للشعر مثلا او للبشره، مختلف نسبته وحتى النوعيات، يعني في نوعيه مختلفه عن نوعيه عن اللي بياخذوه مثلا للركب لوجع الركب والمفاصل. فنحن دائما بنسال المريض انت لشو بدك اياها، يعني حتى مثلا في ناس بتستخدم الكولاجين على التوبيكال يعني على البشره، اكيد رح يكون امتصاصها كثير اخف من لما يكون منبلع بياخذوا حبوب. فاكيد كل حاله مختلفه عن الثانيه. اوكي. هلا بالنسبه لفيتامين دي، دي طلع في له كثير، يعني في دي 3 ودي 2، وهلا مثلا بالامر الاخير بيقولوا دي 3 هو اللي عم بيكون امتصاصه اكثر. فيعني لما بتروحي انت بدك تشتري مثلا سبلمنت له علاقه بفيتامين دي، لا في ناس بياخذوا كمية كبيرة اللي هي 50,000 مثلا بالشهر، هل احنا بعدين بيصيروا ياخذوا مثلا حبة كل اسبوع بالضبط كل شهر تعليمات الطبيب عشان هيك فيتامين د ما حدا بيوصفه لحاله، يعني انا ما بروح بقرر انه انا حاسه عندي نقص فيتامين د، رغم انه مثلا اعراض ممكن هشاشه عظام، حتى الناس اللي بدها تنزل وزنها ومو راضي ينزل عندها نقص فيتامين د، وزنها ثابت في سمنه، هي اعراض نقص فيتامين د. بس مع ذلك انا ما بروح باخذ الفيتامين د لحالي بوصفه لحالي، لا لازم اعمل تحاليل مختبريه وبناء عليها الدكتور بيقرر ايش الجرعه المناسبه. واريدي انا لما اخذ فيتامين د هو الجسم ما بيمتصه هيك مثل ما انا اخذته، لا هو في عمليه تحويل من فيتامين د ل لجزئيه ثانيه، فمش سهل ابدا التعامل مع الفيتامين د، مو زي لما اجي انا اخذ احكي عندي نقص بي 12، حتى لازم استشير الطبيب، بس خطورته مو زي الفيتامين د. تمام. سميته ممكن لا سمح الله، بس الناس أثر. اللي عندها فيتامين د خفيف ممكن ما بتاخده السبلمنت لحاله، لا ممكن تاخده اللي هي زي مع المالتي فيتامينز، نسبته ما بتكون زي لما بيكون الفيتامين د لحاله. هلا اكيد في عدد من الفيتامينات اللي خاصه بالمراه، في عدد من الفيتامينات الخاصه بالرجال، خلينا نعرف المجموعات هاي، واكيد في للاطفال، في للمراهقين طبعا، لانه حاجه الرجل مثلا بالحديد مش زي حاجه الانثى. حاجه المراه المرضعه مو زي حاجه الحامل مثلا. كل كيس لها يعني الفيتامينز الخاصه فيها. خلينا نحكي بالعام اذا سمحتي. يعني مثلا من الفيتامينات المفيده للمرأة الحامل، المراه مثلا 1 2 3، للشباب للرجال هيك للاطفال، ايش اعطينا فكره عامه؟ تمام. مثلا المراه الحامل بحاجه نعطيها نزودها بجرعه فوليك اسيد اكثر عشان نحمي الطفل من بالعاميه التشوه اللي بيجي بالعمود الفقري. المراه المرضعه نحن بحاجه نزودها بأكثر فيتامينز فوليك أسيد، بحاجة الكالسيوم، بأغلب الفيتامينز، لأنه في بيبي عم بياخد منها كمان. صحيح. هاي الفيتامينات. كمان
بحاجة نعطي مثلا لا مرضعة ولا حامل بحاجة نزودها كمان فيتامين د أكثر، لأنه هي بحاجة نسبة الفيتامين الحديد أكثر عفوا من الرجل مثلا. فكل حدا له حالة. طب وبالنسبة للشباب إيش مثلا؟ مالتي فيتامينز لهم نسب معينة. أوكي. عام بالضبط. هلا سؤالي الاخير سريعا، هل فعلا اذا احنا بنتناول كميه من الفيتامينات لازم نركز على شرب المي بشكل اكبر؟ هل بياثر يعني قله المي هل ممكن تخلي الفيتامينز هاي تاثر مثلا على الكلى؟ صح. طبعا تاثر على الكبد، يعني ناخذ بعين الاعتبار شرب المي بكميات اكبر؟ طبعا، خصوصا فيتامين سي مثلا. وقت فتره كورونا كثير سمعنا ناس انه الكلى عندي صارت كثير توجعني نتيجه انه صار الفيتامين سي بطريقه كثير عشوائية، الكلى مو قادرة تغسل ولا تتخلص من هذا الفيتامين، فأكيد شرب الماء شيء كتير مهم وشيء كتير ضروري عشان يتخلص الجسم بسهولة وما تزيد نسبة السمية. تمام. احنا بدنا نشكرك دكتورة فرح برغوثي، صيدلانية أكيد اليوم استفدنا من بعض المعلومات اللي لها علاقة أكيد بالفيتامينز بالمعادن بالكولاجين بكل الأمور اللي ممكن إنه فعلا نأخذها من الغذاء. نحاول قدر الإمكان نأخذ هاي المجموعات من غذائنا، ولكن إذا احتجنا باستشارة الطبيب نقدر كمان نأخذها بطريقة صحيحة. شكرا لك. شكرا فرح. شكرا فرح.